إلى أين تسير الأخلاق في مصر؟ وما السبيل لإصلاح أخلاق الشباب والفتيات؟ وكيف تعود أسس تعليم الأخلاق والأدب والتربية إلى المدارس والجامعات؟ ومتى تلفت الأسر والعائلات تلتفت إلى أهمية دورها في تربية وتأديب أبنائها وبناتها، وليس فقط في توفير المأكل والمشرب لهم؟ كل هذه الأسئلة عادت مجددا لتطرح نفسها بقوة بعد قضية الشاب المتحرش المدعو أحمد بسام زكي، التي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل بعدما تداولت عدد من الفتيات روايات اتهموا فيها زكي بالتحرش بهن واغتصابهن تحت وطأة التهديد والإكراه. وأنشأت هؤلاء الفتيات صفحة على إنستغرام لرصد وجمع هذه القصص لتشهد تفاعلا كبيرا من جميع الشرائح. وهذه هي صورة المتحرش. هذه القضية دفعت كثيرين للحديث عن ذلك الشاب وتعرضهم للاغتصاب والتحرش، ونشرت على مواقع التواصل شهادات تفصل عمليات ابتزاز واعتداء جنسي ارتكبها زكي ضد فتيات كثيرات. وقالت الصفحة التي تجمع شهادات الضحايا إنه اغتصب أو حاول اغتصاب عشرات النساء والفتيات وتحرش بهن. ومن بين هؤلاء فتاة تبلغ من العمر 14 عاما فقط حاول الاعتداء عليها جنسيا. إنه متحرش ومغتصب. بنت من البنات اللي كانوا في الجامعة الأمريكية في القاهرة نشروا على جروب اسمه ريت أيو سي بروفيسورز، وقالت إن بسام أحمد زكي كان بيتحرش بيها هي واتنين من البنات صحابها. وكانت المفاجأة، أكتر من 50 بنت كانوا مصدومين لأنهم مروا بتجارب زي اللي مرت بيها البنت وصحبتها. وتعليقا على هذه الشهادات، انتشر واسم المتحرش أحمد بسام على نطاق واسع في كل من تويتر وفيسبوك، ودعا مستخدمو الموقعين السلطات إلى التحرك والقبض عليه ومحاكمته ومنع وقوع هذه الجرائم مستقبلا وعدم التساهل مع مرتكبيها الذين يهددون سلامة واستقرار المجتمع. قال المقرضون، قال نبيل، المتحرش أحمد بسام زكي، المتحرش أحمد بسام لابد أن ينال أقصى العقاب في حالة إدانته. لكني لا أفهم لماذا تذهب أي بنت بكامل إرادتها لشقة شاب عازب بمفرده، وهل أهلها وأصدقائها يعلمون مسبقا بسلوكها هذا ويوافقون عليه؟ أنني لا أبرر سلوك المتحرش إطلاقا، ولكنني لا أفهم سلوك البنت. تغريدة أخرى جاءت من هذا الحساب، بس هتك العرض دي تهمة واسعة قوي وعقوبتها ممكن تبقى سنة مثلا ولا حاجة. احنا محتاجين يتوجه له تهمة الاغتصاب، هي دي اللي هتقعد في السجن، هتقعده في السجن بقية عمره او تنهيه خالص. وهاشتاج المتحرش احمد بسام زكي. ايضا نور قال، نصيحة لبنات سن من 11 ل 22 سنة، ما تديش مساحة لأي ولد زميل ليكي سواء في المدرسة أو الكلية إنه يتكلم معاكي في أمور شخصية، لأن دي 100% خطوات شيطان، وهتلاقي نفسك في موقف مش حلو. في بنات تانية بتصد وبتقفل الباب على طول وما تخليهوش موارب علشان موضوع التحرش. وهاشتاج المتحرش أحمد بسام زكي. هذه القضية أثارت قضايا أخرى عرضتها بعض القنوات، مثل فتاة في محافظة الدقهلية تعرضت للاغتصاب وأنجبت بنتا لم تستطع إثبات نسبها بعد مرور سنة ونصف على ولادتها، وتؤكد أنها دخلت في دوامة بلاغات وتحقيقات أمام النيابة رغم إثبات تقرير الطب الشرعي تعرضها للاغتصاب، ولكن لم يتم معاقبة الجاني ولا إنصاف الضحية. طالبة في ثانوية عامة، كنت بدرس وكنت هتجوز بعد أسبوعين. كنا في 2018، كان في ولد زميلي كان عايز يخطبني وانا كنت رفضته، وكان فاضل لي اسبوع وخلاص هيكتب كتابي. الولد ده لما عرف ان انا هتجوز خلاني طالعه من الدرس واغتصبني. بعدها رحنا عملنا محضر، والمحضر فضل شغال لحد ما ولدت وجبت الطفله دي. كما دخل عدد من الفنانات على خط هذه الشهادات، وكشفت العديد من الممثلات عن تعرضهن للتحرش، من بينهن رانيا يوسف وهنا الزاهد وسلمى أبو ضيف وميان السيد وسارة عبد الرحمن وغيرهن. وكشفوا في فيديوهات لهم أو لهن على مواقع التواصل كيف أن الوسط الفني ممتلئ بمثل هذه الأفعال التي تندى لها الجبين. حوالي 5 أو 6 سنين كان صديق قريب وحاول يتحرش بيا، والحمد لله ان انا
قدرت ان انا امنعه وطبعا من ساعتها ما كلمتش معاه. بس انا عمري ما واجهته، لان انا ساعتها ما كنتش متخيله. وتعليقا على ما يحدث في عالم الفن والإعلام وسلوكيات الممثلين والممثلات، كان للممثل آسر ياسين رأي آخر، حيث اعترف ياسين بأن زملائه في الوسط الفني يتحملون مسؤولية مواجهة ظاهرة التحرش الجنسي، مؤكدا أن كثيرا من الأعمال الفنية تصور المتحرش والمعتدي جنسيا على أنه بطل يتم التبرير لأفعاله وجرائمه بحق الفتيات. اللي أنا عايز أتكلم فيه هو المسؤولية الفنية بتاعت المخرجين والكتاب والممثلين، لأن من فترة مش من بعيدة كان في أفلام كتيرة بتتعامل مع موضوع التحرش ده بشكل عادي، إن البطل يلمس الست في حتة مش كويسة، أو إن الست الأجنبية دي أكيد مستباحة لأنها أجنبية، وفي الآخر البطل بيتحب وبينتصر، وده بيبقى المثال بتاع الشباب إن هو طب ما هو ده بيعمل كذا فأنا ليه ما عملوش أنا كمان. يحضرني في هذا الموضوع أن آسر ياسين نفسه تعرض للتحرش اللفظي قبل ذلك وصرح بذلك في برنامج الدوبلكس. بطبيعة الحال كان للدعاة والمؤسسات الدينية رأي في هذه القضية، وعلى رأسهم الداعية الأزهري عبد الله رشدي الذي أكد على ضرورة الأخلاق ودور الملابس المحتشمة في حماية الفتاة من هذه الجرائم، إلا أن البعض فهم كلام رشدي خطأ واتهمه بالدفاع عن المتحرشين، وهو الأمر الذي لم يقله أو يكتبه كما أوضح ذلك لاحقا في فيديو نشره على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي. قال عبد الله رشدي: التحرش جريمة لا تقبل التبرير، ليس لها أعذار، لو كانت المرأة بدون ملابس أصلا نرجو الله لنا ولها الهداية، لكن لا يجوز التحرش بها ولا النظر إليها مع القطع بأنها على معصية، وهذا من مسلمات الشرع الشريف. هناك أسباب للجريمة عديدة من ضمنها الملابس الصارخة التي تعتمد على الإغراء، هذا السبب لابد من معالجته كغيره من الأسباب، وفند باقي الأسباب كما نرى على الشاشة. في نهاية هذه القصة ونتيجة لهذا الضغط المجتمعي، أمرت النيابة العامة بحبس الشاب أحمد بسام زكي 4 أيام احتياطيا بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه لاتهامه بالشروع في الاعتداء على فتيات أو فتاتين وهتك عرضهما بالقوة والتهديد، فضلا عن تهديدهن وأخريات بإفشاء نسب أمور لهن خادشة لشرفهن ومضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصال الحديثة. نعود للدكتور عبد الله رشدي وتوضيحه للبوست الأخير، قال بيان أو هذا هو بيان النيابة العامة وهذا هو كلام عبد الله رشدي، فلنشاهد الكلام ثم نعود من جديد. قرر إن واحد يتحرش بوحدة سواء كانت محجبة نص محجبة ثلاث أرباع محجبة ربع محجبة ثمن محجبة ب5 جنيه محجبة، أي فعل تحرش بوحدة حرام، بل مجرد النظرة لوحدة حرام. الأسباب من مجموعة أسباب، مش هو السبب الوحيد ده،